بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. أرسل الله تعالى سيدنا يونس عليه السلام إلى أهل قرية نينوى بالعراق. دعا يونس عليه السلام قومه كما هو شأن الأنبياء والرسل جميعا، دعاهم إلى إخلاص العبادة لله تعالى، فأبوا الامتثال لما جاءهم به من عند ربه. فضاق سيدنا يونس بهم ذرعا، وضاقت نفسه بما يصنعون، وأخبرهم سيدنا يونس إن العذاب سيأتيهم خلال 3 أيام. فلما كان اليوم الثالث خرج نبي الله يونس عليه السلام من بلدة قومه قبل أن يأذن الله تعالى له بالخروج، ووفى قومه العذاب الذي أنذروا به، إلا إن قوم يونس لجأوا إلى الله تعالى وتوجهوا إليه بالدعاء، فرفع عنهم سحائب نقمته وتقبل منهم التوبة والإنابة، لأنهم كانوا مخلصين في توبتهم، صادقين في إيمانهم بالله تعالى. وفي هذا يخبر الله تعالى في القرآن الكريم في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما ترك يونس عليه السلام قومه وذهب غاضبا منهم، لأن هم هو خلاص أنذرهم وسابهم، وطبعا ضاقت نفسه إن هم لا يقبلوا دعوة الحق ولا يؤمنون ولا يصدقونه فيما جاء به من عند ربه، ضاقت نفسه وتركهم بعد أن أنذرهم بالعذاب، وكان ما كان منه، كما قال الله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذنون يعني صاحب الحوت، وهو نبي الله يونس عليه السلام، إذ ذهب مغاضبا من قومه ومما فعلوا، أي ذهب غضبان من قومه مما قاس منهم لطول دعوة سيدنا يونس له وإصرار هؤلاء القوم على الكفر. فذهب سيدنا يونس وتركهم وساب القرية ومشي قبل أن يؤمر أو يؤذن له في الذهاب، كما قال الله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه. هو شاف الضيق، هو كان في ضيق شديد سيدنا يونس لما لقاهم كده رافضين لدعوة الحق، رافضين جاحدين بيها، لا يريدون الإيمان ولا يريدون التصديق، ضاقت نفسه، حس بضيق شديد جدا، فأسرعت به قدماه فانطلق وترك القرية ومشي. فأراه الله بعد ذلك ضيق أشد مما كان فيه. أتى سيدنا يونس عليه السلام سفينة فركبها، فلما وصلت لجة البحر هاج البحر وأحيط بالسفينة ومن فيها، فلما علم ركاب السفينة ما هو محيط بهم قال بعضهم لبعض: لا خلاص لنا ولكم مما هو نازل بنا إلا أن تتخففوا من بعض من على السفينة. يعني السفينة دي عليها ناس كتير، وإحنا عايزين نخفف العدد عشان تخف الحمولة فلا نغرق. فبدأوا يقترعوا يعملوا قرعة ليلقوا في البحر من وقعت عليه القرعة، فجاءت القرعة على سيدنا يونس. رجعوا وكرروا القرعة دي مرة تانية فجاءت عليه أيضا، فعلم سيدنا يونس عليه السلام أن وراء ذلك تدبيرا، وكأنه ما كان له أن يترك قومه قبل أن يؤذن له في الهجرة. هو حدثته نفسه بالكثير يعني ساعة هذه اللحظة، عندها ألقى بنفسه في اليم في البحر وأسلم نفسه للأمواج، وأوحى الله تعالى إلى الحوت أن يبتلع نبي الله يونس وأن يطويه في بطنه ولا يأكل لحمه ولا يهشم عظمه، وقبع بعد أن التقمه الحوت
قبع نبي الله يونس في بطن الحوت، والحوت يشق به الأمواج العاتية ويهوي في الأعماق به، وينتقل يونس عليه السلام في الظلمات في بطن الحوت. ويصور القرآن الكريم هذا المشهد العجيب في قوله تعالى في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. لقى السفينة مستعدة مشحونة بالناس هتتحرك. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، اقترعوا فيما بينهم من اللي يلقوه في اليم، فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه بعد أن ألقى بنفسه في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم. والمعنى إن يونس عليه السلام، الله يقول إن يونس عليه السلام من المرسلين الذين اصطفيناهم لحمل رسالتنا وتبليغها إلى الناس. إذ أبق يعني هرب من قومه بغير إذن من ربه. وهنا في ملمح لطيف إنه وصفه الله تعالى بالإباق، إذ أبق اللي هو معنى أبق يعني، والإباق بمعنى إنه هرب العبد من سيده. ولما كان الخلق كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، قال تعالى في حق عبده يونس عليه السلام: إذ أبق إلى الفلك المشحون. والله سبحانه وتعالى له أن يقول ما يشاء، فهو الخالق العظيم، ولا يجوز بالطبع لنا إن احنا نقول أبق نبي، إنما ذلك لله تعالى فقط جل جلال الله. لما ابتلع الحوت نبي الله يونس عليه السلام بتعبير القرآن الكريم فالتقمه الحوت، لم يجد عليه السلام نبي الله يونس لم يجد مفر من الالتجاء لربه سبحانه وتعالى وهو في بطن الحوت والتوجه إليه بالدعاء. شوف هو كان فر من ضيق شديد، تكذيب قوم يونس به كان بيمثل له ضيق شديد، وانتقل إلى ما هو أشد من الضيق، وفي هذا في داخل بطن الحوت وفي هذا الظلام الشديد ماذا يفعل نبي الله يونس عليه السلام؟ توجه إلى الله بالدعاء، كما في قوله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن تلك الظلمات، قال: هي ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. فلما دعا يونس عليه السلام بهذا الدعاء في تلك الحالة جاء بإخلاص وبصبر، جاءته النجاة ونزل به الفرج، حيث استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه، وأوحى سبحانه وتعالى إلى الحوت أن يلقي بنبيه يونس في العراء، فألقاه الحوت على شاطئ البحر سقيم هزيل ضعيف عليل. وصار دعاء نبي الله يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صار هذا الدعاء هو دعاء لتفريج الهم والكرب العظيم. وفي نجاة سيدنا يونس عليه السلام من الغم، حتى المحنة اللي مر بيها دي لما التقم الحوت ومكث في بطن الحوت وتوجه إلى الله داعيا راجيا، ثم فتح عليه بهذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جات لنا بشارة. يعني في دعاء سيدنا يونس عليه السلام الغم الذي تعرض له ووصف هذا في القرآن، جت معاه بشارة لكل صاحب غم من المؤمنين، لإخبار الله تعالى عن ذلك بعد الإخبار عن نجاته عليه السلام، حيث قال سبحانه في سورة الأنبياء عقب أن قال هذا الذكر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بعدها جه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. جاءت هذه البشارة كذلك عن سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم،
حيث قال معلما أمته: دعوة ذي النون، دعوة ذي النون اللي هو صاحب الحوت اللي هو سيدنا يونس عليه السلام، دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم، رجل كان أو امرأة يعني، إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج وفرج عنه؟ فقالوا: بلى. قال: دعاء ذي النون، يعني من يدعو بهذا الدعاء يفرج الله تعالى عنه، لأن دعوة ذي النون فيها من كمال التوحيد والتنزيه لله سبحانه وتعالى عز وجل ما فيها. هو ابتدى الدعاء بإعلان التوحيد له: لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيه المولى سبحانه وتعالى. فدعاء جمع صاحبه فيه بين توحيده جل وعلا وتنزيهه: لا إله إلا أنت سبحانك، ثم اعتراف العبد بذنبه وبظلمه، ما هو يجعل من هذا الدعاء أنه من أبلغ أدعية أدوية الكرب والهم والغم، إنه يزيل الهم والغم والكرب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني ده من أبلغ الوسائل التي يدعو بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى في قضاء حوائجه. ونختم بما ورد عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. وقبل ما أذكر بما ورد عنه، مهما كانت هموم الدنيا فهموم الدنيا دي هتكون كمثل ما تعرض له نبي الله يونس وهو في بطن الحوت، هذا الهم والغم والكرب والظلمات التي كان فيها عليه السلام. فالله يأتينا بمفاتيح الفرج في كتابه. ورد عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: عجبت من أربع كيف يغفلون عن أربع. وذكر من ضمن الأربع: عجبت لمن اغتم، اللي أصابوا الغم والهم، عجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. أهلاً وسهلاً بحضراتكم، نرحب بمشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية ومشاهدي قناتنا العزيزة أون، مرحباً بالجميع. وسريعاً ناخد الأسئلة، وأرجو من السادة السائلين الكرام على طول السؤال عشان الوقت معنا ضيق. ست أم محمود، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرتك الحمد طيب. لله يا ست أم محمود، وحضرتك طيبة، تفضلي بالسؤال. أنا كنت حامل لسه والدة بقالي 11 شهر يعني. فكنت اول ما عرفت اللي بنتي في بطني يعني قلت اسميها غزل. تسميها ايه؟ غزل. وناديتها والناس عرفوا اللي هي اسمها غزل وكده. ايجا جوزي يكتبها، كتبها ايجا.
الشيخ قال له يعني الاسم غزل ده حرام، ده انت بتعمل كده في قحيشه وحرام مش عارفه ايه وفضل ايه. يعني انت معلش ثانيه واحده، يعني انت نذرتي انك تسميها اسم معين وبعد كده هو غير الاسم. طيب فانا دلوقتي مش عارفه اناديها بالاسم اللي هي ايه اللي بابا كتبها ايه يا ده. فايه إيه 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 مش عارفه إيه دلوقتي انا بعصي ربنا كده ولا حرام عليا اشيل ذنبها؟ طب بس وهل انا لو غيرت اسمها هاخد ذنب برضو كده بعصي ربنا؟ فانا مش عارفه اعمل ايه. هل انا لو غيرت اسمها مثلا من ايه لاي اسم تاني هاخد ذنب وهكده بعصي ربنا؟ خلاص عشان انت خلاص انا فهمت السؤال. شكرا يا ست ام محمود. في سؤال تاني معانا؟ فاطمة، أستاذة فاطمة، أستاذة فاطمة. ألو، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي حضرتك. بس تسألي هو إن أنا كنت بحب واحد وبعدين جت أقدم وأهلي موافقوش وبعدين خطبوني لواحد تاني أنا مش عايزاه. وبعدين أنا بعدت عن اللي كنت بحبه ده من غير ما أقول له أي حاجة، سببت له في أوجاع كتير واتخطبت للتاني غصب عني. قعدت سنتين واتحملت سنتين لوحدي. انا عايزه اعرف اذا كان انا ظلمت اللي كنت بحبه او انا اللي اتظلمت. فانا يعني الاهل رفضوه يعني؟ الاهل رفضوه، وبرضه بقول لنفسي هو يمكن حصل كل ده عشان دخل لي، بس انا كنت بحبه هو ما غدرش بيها وجيت اتقدمت. عايزه اعرف انت بتقولي لنفسك ايه يا فاطمه؟ عشان بس بتقولي لنفسك. بقول لنفسي كان يمكن ده حصل عشان دخل لي. كله امتحان، وانت في النهايه مش هنتجوز غصب عن اهلنا يعني، صح ولا ايه؟ هتكلم انا معاك. حاضر يا فاطمه، هوني على نفسك بس. معانا استاذه مروه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذه مروه، اتفضلي بالسؤال. الحمد لله وحضرتك طيبه. اتفضلي. لو سمحتي انا رجع مني ايدين بالذريه الصالحه قريبا يا رب. حاضر. وانا مفيش ايه الفرق بين طريقه الاغتسال من حيث الجماع في الطريقه نفسها في الاغتسال، ومش الميه لازم تيجي جماع انحاء الجسم ولا في طريقه معينه للاغتسال منهم؟ ايوه، هو تعميم الماء بالجسد تفاصيل بسيطه كده هنقولها من باب السنن والمستحبات. إيه عملتوها بناخد الثواب، ما عملتوهاش المهم تعميم الجسد بالماء. شكرا لحضرتك. شكرا. شوف، حاضر حاضر، ربنا يطعمك بنين وبنات صالحين وصالحات، اللهم امين. معانا أستاذة سميرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة يا ست الكل، اتفضلي يا فندم. ربنا يرضى عنك يا رب. آمين. بصي حضرتك المحاليل اللي بتفطر. المحاليل؟ المحلول حاضر. كده بيفطر. حاضر. في سؤال تاني؟ الله يستر معاك يزيدك. آمين. آمين آمين أجمعين، آمين أجمعين. معانا؟ يا تسنيم. أستاذة هالة. أستاذة ريهام، ريهام ولا هالة؟ أستاذة ريهام. أهلا وسهلا أستاذة ريهام، اتفضلي يا فندم. بشكر حضرتك جدا جدا على التنوير اللي حضرتك منوره لنا. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يزيدك علم يا رب. آمين، ربي يزيدني. أنا عندي سؤال، أنا مسافرة عمرة إن شاء الله بعد بكرة. ما شاء الله. وللأسف هو أنا جاتلي البريد يعني. وأنا كنت حاجزة موعد العمل العمرة أول ما أوصل. ان شاء الله عشان على نفسي. انا عاوزه اعرف دلوقتي اعمل ايه. كم يوم انت هتقعدي؟ نعم، كم يوم العمره؟ لا انا هقعد لحد العيد ان شاء الله. يعني معاكي وقت؟ عندي عندي طيب. وقت. ده انت يعني ولا تزعلي ولا حاجه، ان شاء الله خير، ابشري يعني. خير. هقول لك التفاصيل، بس معاكي وقت يعني، هتكون الدوره اترفعت وكل حاجه وتأدي ما عليك، بس انت هتاخدي نيتك بالإحرام، هفهمك التفصيل تعملي ايه. شكرا يا أستاذة ريهام. طيب ماشي، هنطلع الكتاب وبعد الكتاب نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. كتاب قلوب عامرة، الفكرة الأساسية بتاعته ازاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة.
الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام الأعزاء، مشاهدي كتاب قلوب عامرة، نسعد بتجدد اللقاء في رحاب القرآن الكريم وكيف يتلأ القرآن الكريم. بنذكر حضراتكم بالرواية التي نقرأ بها ونصحح على أساسها، رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل، وما زلنا مستمرين في تصحيح سورة المرسلات. ومع حضراتكم هنبتدي دلوقتي، احنا كنا صححنا الآيات من 29 لغاية 40، هما بقى الشباب لسه ما قروش فهنصحح معاهم بقى دلوقتي. نبتدي بالأستاذة مريم، يلا يا مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا. عندي إخفاء، انطلقوا معايا، مفيش نون. انطلقوا إلى ما كنتم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. أنا عندي هنا الميم وراها إيه؟ به. والميم دي مالها؟ سكنة. عليها تشكيل قدامكم؟ الحرف مشكول؟ يعني عليها فتحة أو ضمة أو كسرة؟ مفيش. وراها إيه؟ الباء. حكمها إخفاء. فأنا دلوقتي مش هيبقى عندي إيه، مش بقفل بقى بقي كده وأنا بعملها. بعملها إزاي؟ إلى ما كنتم به، مش كنتم به، لأ بنسيب فرجة كده. كنتم به برضو بنقفل بقنا، أنا مش عايزاكي تقفلي بقي، لازم نتدرب عليه. قوليها تاني. كنتم به. أحسنتي، برافو عليك. تكذبون. تكذبون. كملي. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. نفس الحكاية، احنا الطريقة بتاعتنا ما يبقى حرف المد في كلمة صحصحوا في نهاية انطلقوا حرف المد وبعدين وراها همزة. احنا في الرواية اللي بنقرأ بيها بنقصر المنفصل ده، المنفصل يعني حرف المد في كلمة في نهاية أول كلمة والهمزة في بداية الكلمة اللي وراها، فاحنا بنقصر والمد بتاعنا يبقى مد طبيعي حركتين، ده المدة الزمنية بتاعته. فانطلقوا إلى مريم. انطلقوا إلى. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني إلى من اللهب. أحسنت، جميل. كملي يا أنس. إنها ترمي بشرر. يا راجل طه مش بتاعتك دي يا أنس. ها استنى يا آدم. إيه غلطته؟ إيه غلطته؟ أنا بقول إنها ترمي. ترمي. أنت بقى عندك الغلطة التانية، هو الغلطة الأولانية التاء المفتوحة عملها لي طاء وقال لي ترمي. ترمي غير تر. وأنت رحت مرقق لي إيه؟ الراء. عملت لي واحدة وسيبت التانية. إنها ترمي بشرر كالقصر. أحسنت. كأنه جمالة صفر. جميل. ويل يومئذ للمكذبين. يلا يا لانا. هذا؟ هذا يوم لا ينطقون. ينطقون. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم. يؤذن لهم.
يؤذن لهم فيعتذروا. برضو الميم مش باينه. لهم فاء، خلي بالك الميم والفاء، ما فاء الاثنين فيهم قرب، لازم اظهر الميم صح، لاما هتتاكل وسط الفاء لانهم الاثنين من الشفاء، ميم فاء، فخلي بالي وانا بنطقهم اظهر الميم عشان ما تتاكلش في الفاء، فتهيأ لي انها ادغام ودي مش ادغام، او اخفاء وهي مش اخفاء انما هي اظهار. ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمع. فصلي. فصل جمع. لا مش فصلي، فصلي. فصل جمعناكم الأولين. جمعناكم والأولين. جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيد. كيد، شوفوا هنا، كيد فكيدون. كيد فكيدون. ويل يومئذ. يعني الإخفاء هنا السنتين دول في الثنايا العليا يبقوا نص الشفاهين. كيد فكيد فكيدون. كيد فكيدون. ويل يومئذ. ويل. ويل يومئذ للمكذبين. أحسنتي. يلا يا صرصورة انطلقوا. انطلقوا إلى ما كنتم به كنتم به. ما تقفليش بقك، بسيب فرجة، حاجة بسيطة. كنتم به تكذبون. عشان أنا هنا حكمها إخفاء الميم الساكنة، من أحكام الميم الساكنة بقى غير النون الساكنة والتنوين، الميم الساكنة وراها باء، الحرف الوحيد اللي لما يجي وراها الباء يبقى إخفاء على طول. يلا يا ست. انطلقوا إلى ما كنتم به. مش كنتم، واعمل كده لا ما تعصبيهاش قوي كده. بص يا سارة، كنتم به تكذبون. ماشي حالة. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. يلا يا حنين. لا ظليل ولا يغني من اللهب. لهب. 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 إنها ترمي بشرر كالقصر. يلا يا آدم. كأنه. كأنه جمالة صفر. جمالة صفر. الحق نفسك. جمالة صفر. جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. أحسنت. يلا يا شروق. هذا هذا يوم لا ينطقون. يعني 5/10. عايزين تدريب بقى في البيت. هذا يوم لا ينطقون. بصي، ينطقون. ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يلا يا سادن. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعة، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اهلا وسهلا بحضراتكم. ست ام محمود كانت ندرت تسمي بنتها باسم معين، وبعد كده الزوج يعني كتب اسم تاني عند توثيق اسم المولوده، فهي بتقول يعني انا مش عارفه ناديها غير بالاسم اللي انا يعني حبيت ان انا ناديها بيه. اول حاجه بس نعرف انه من السنه تحسين الاسماء، نختار اسماء تكون جميله ذات معان لطيفه وجميله وفيها بشارات. واللي فعله والد الزوج حضرتك لا حرج فيه انه غيره، وانك بقى عايزه تناديها باسم الامر المناداه ده امر واسع، ناديها يا ستي باللي انت عايزه تناديها بيه، ما فيش اي مشكله ولا حرج عليك. لكن انت نذرتي نذر، ولو كان النذر ده كان معقود، كان نذرا انت عقدتي النيه بيه، فعليكم كفاره يمين يا صاحبة السؤال. وبالنسبة لتحسين الأسماء دي من المسائل اللي حضت عليها السنة النبوية المطهرة، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم. يعني الإنسان يعني نختار الأسماء ونفكر فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. الأمر يسير. ست أم محمود، الأستاذة فاطمة كانت بتحب واحد وتقدم لها وأهلها رفضوه، بعدين غصبوها إنها يعني توافق على حد تاني. طبعا الأمور مقدرة، ودايما الإنسان، أنت بتقولي أنا حسيت إن ده امتحان واختبار، كل لحظة الإنسان بيمر عليها بيها في الدنيا كلها امتحانات، إن إحنا في دار امتحان، كل حاجة فيها امتحان. لكن على الإنسان أن يثق في اختيارات الله سبحانه وتعالى. أول ما أثق كده في اختيار الله يصلحه الله لي. طبعا احنا مش هنوافق على حد الاهل مش موافقين عليه. النقطة التانية برضو بنقول للاهل ما ينفعش تغصبوها على انها تتخطب لحد هي مش عايزاه. انا بس رجاء تدي للشخص ده فرصة بعيدا عن انشغال القلب بالخاطب الاول. يمكن يكون هذا الشخص لو اديتي له فرصة، واديتي نفسك فرصة انك تقعدي وتتكلمي معاه، فتقبلينه بعد ذلك زوجا لك. وصلي استخارة وادعي بدعاء الاستخارة وسلي الله التوفيق، ولكن ما ينفعش ان الاهل يرغموك على قبول من تكرهين او من لا تريدين. وعشان لا تظلمي الشخص اللي قادم ده اديله بعض الوقت، وحرري نفسك من التعلق باخر عشان تقدري تحكمي على هذا الشخص، ربما يكون انسان تكون معه السعادة لك في الدارين. نسأل الله السلام والتوفيق. بالنسبة للأستاذة مروة بتسأل بالذرية الصالحة، يعني ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالواحد يسأل الله، وأسألك يا الله باسمك الوهاب، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فدعاء سيدنا زكريا عليه السلام، نكسر من هذا الدعاء مع التسليم بالقضاء. الأستاذة مروة برضو بتسأل عن طريقة الاغتسال من الجنابة، وبتقول كيف يكون الاغتسال منها. بصي، صفة الغسل الواجب بالنسبة للجنابة نية الإنسان، إنها راح أغتسل بنية إزالة هذا الجنابة، والجزء الثاني تعميم سائر الجسد بالماء، ده الأصل. في بعض المستحبات والسنن إذا عملناها جميل، ما عملناهاش يعني الأصل نية الإنسان وتعميم سائر الجسد بالماء. زي إيه المستحبات والسنن؟ أنا بدخل ببتدي الإنسان بغسل يده، وبعد كده بيغسل موضع الفرج، وبعد الفرج غسله يتوضأ، وبعد كده يعمم سائر الجسد بالماء. طب لا، أنا مش هتوضأ وأغتسل مرة واحدة بتعميم الجسد بالماء، ما فيش مشكلة، لأن الوضوء داخل ضمن الاغتسال، ضمنيا أنت هتعملي ده بتعميم الجسد بالماء يا صاحبة السؤال. لو انت في الحيض
بالمضفرة شعرك عاملة تسريحة معقدة شوية، هتفكي لو ده حيض عشان تغسلي راسك كويس وشعرك كويس. لو في الجنابة ما بتؤمريش بفك الضفائر وما شابه، بتنزلي المية كده على الجسد. بالنسبة للأستاذة سميرة، هل المحاليل تفطر؟ احنا قلنا لحضراتكم قبل كده انه لا تؤثر تركيب المحاليل على صحة الصوم لأنها ليست من المفطرات يا صاحبة السؤال. بالنسبة للأستاذة ريهام، هي مسافرة عمرة بعد بكرة والحيض أو الدورة الشهرية خلاص جت، فهي بتقول هتعمل إيه في العمرة؟ سألتها أنت قاعدة لغاية إمتى؟ قالت قاعدة لنهاية الشهر، فربنا يبارك. حضرتك هتحرمي بالعمرة في الميقات أو قبله، بتغتسلي وتظبطي نفسك وكل حاجة، وبعد كده بتاخدي النية بهذا الأمر وتحرمي بقى قبل الميقات أو يعني بموازاة الميقات، وبعد كده لازم تعرفي أن العذر الشرعي ده مش مانع لك من أدائك العمرة. وبعد ما توصلي عليكي تنتظري لغاية ما تطهرين من الحيض، وبعد كده تقومي تاني بالاغتسال، ثم القيام تنزلي بقى تطوفي وتسعي وتقصري من شعرك يا صاحبة السؤال للتحلل. كده احنا خلصنا. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسلامة والعفو. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم نجنا من الغم وكذلك تنجي المؤمنين. سبحانك اللهم، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم استجب لنا، اللهم اقض حاجاتنا وأنت بها أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.